أحرب الأديان أن تدعو للتعايش وللسلام وللأخوة وللمحبة من بين البشر. وأنا من في يوم العيد هذا ومن على شاشتكم الكريمة أود أن أوجه دعوة لكل الناس أن يقبلوا بالآخرين مهما اختلفوا معنا ومهما اختلفوا دينا أو رأيا أو سياسة أو أي اختلاف آخر. الاختلاف من طبيعة البشر، والله نفسه يقول القرآن الكريم بأنه خلقنا أقواما وشعوبا، هو أرادنا مختلفين، ولماذا لا نقبل ما أراده الله لنا. اليوم الجزائر بالنسبة لأوضاع الدول العربية بخصوص موضوع التعايش هو ربما نموذج يحترم الآخر ويستطيع كل أن يمارس شعائره ويمارس دينه بالاحترام المتبادل، سواء المسلم للمسيحي أو المسيحي للمسلم. وأنا شاكر لكل من يعمل على المحافظة على هذه الأجواء في بلدنا العزيز الجزائر.